فرار وموت السعف، انحناء القمة، سقوط الرأس، خروج سائل صمغي، وجود نشارة أو عجينة على الجذع، موت الرواكيب، مشاهدة أي من أطوار هذه الحشرة بين الكرب. ولتسهيل عملية الفحص ينصح بإجراء التكريب، التخلص من الفسائل الزائدة والرواكيب، تعشيب الأحواض، رفع المخلفات. بعد التأكد من وجود أعراض الإصابة على النخلة، يتم وضع علامة لإرشاد فرق المعالجة إليها. إن الممارسات الزراعية الجيدة في حقول النخيل تقلل من فرص الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.